أمطار معتبرة تتساقط حاليا تقريبا على كافة المناطق الشمالية خاصة الوسطى والشرقية. حتى مصلحة الأرصاد الجوية أصدرت تنبيه عن تواصل لتساقط أمطار بكمية معتبرة تتراوح ما بين 20 لغاية 40 ملم، أحيانا تصل 50 ملم على الواجهة الشرقية على كل من جيجل، سكيكدا، نابة، طارف، سطيف، قسنطينة، ميلا، قالما، سوق هراس، حتى على ولاية باتنا، أم البواقي، خنشلة، وحتى على ولاية بسة، وهذا إلى غاية 9 ليلة من نهار اليوم إن شاء الله. على الوجهة الوسطى إن شاء الله أمطار كذلك ستستمر خلال ليلة اليوم إن شاء الله، وحتى خلال يوم الغد هناك تحسن في حالة الطقس بعد انقشاع ضباب والسحب السفلى على الوجهة الغربية مع أقول بعض السحب السفلى الكثيفة، ليتحسن الطقس خلال الظهيرة إن شاء الله. بعض الأمطار خلال صبيحة الغد على الوجهة الساحلي الوسطى وحتى على المرتفعات والهضاب، ليتحسن الطقس خلال أواخر النهار. كذلك بعض الأمطار غير مستبعدة على منطقة الواحات مع زوايا برانية ستنشط على مناطق الجنوب الشرقي، كذلك أقصى الجنوب وحتى على الصحراء الوسطى، مرتفعات الهوغار والتاسيلي. فالدرجات خلال هذه الليلة على المشرين عامة والبيض، مقاييس أقول ما بين 8 درجات لغاية 12 درجة على السواحل، 10 درجات على ولاية بشار، 16 درجة على تندوف وحتى على ولاية إن صالح، لتصل لغاية 21 درجة على مقياس على إن قزام. خلال ظهيرة الغد إن شاء الله درجة الحرارة القصوى تبقى في استقرار فصلية تقريبا على كافة المناطق الشمالية وتتراوح ما بين 11 لغاية 21 درجة حتى على ولاية لمسان، ننتظر 20 درجة على بسكرة المغير وتوغورت، 27 درجة على ولاية إليزي، 29 درجة على كل من إن صالح، تمنرسة وجنت، لترتفع طقس حار سوميز أقصى الجنوب لتقارب 38 درجة. البحر خلال يوم الغد هناك تموج تقريبا على كافة السواحل، بحر كثير الاضطراب على السواحل الوسطى والشرقية، رياح ضمن تيارات شرقية أحيانا شمالية شرقية تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة، وهذا على الواجهة الساحلية الغربية وكذلك السواحل الشرقية. وقت غروب الشمس اليوم الغد على مستوى العاصمة إن شاء الله سيكون في تمام 6:59 دقيقة. أشكركم على المتابعة، أترككم في الصحة وعافية.